مرحبا بكم أعزائي على قناتي مجددا. كما ترون هنا هذه النتيجة هي بعد إتمام جميع الخطوات التي سأريكم في هذا الفيديو لطريقة تهكير لعبة جواكر الرائعة. وهذا الموقع لن يمكنكم فقط من تهكير لعبة جواكر، بل فيه الآلاف من التطبيقات والألعاب التي يمكنكم تهكيرها. لهذا إذا أردتم معرفة هذه الطريقة احرصوا على تتبع هذا الفيديو إلى الأخير. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء يجب عليكم فعله هو الدخول إلى الموقع. أول شيء سأقوم بكتابته هو اسم المستخدم الخاص بي على لعبة جواكر، احرصوا على كتابته بطريقة صحيحة. بعد ذلك تقوم باختيار الجهاز الذي تلعب منه. بعد ذلك وهذه المرحلة التي يحبها الجميع، وهي اختيار كمية الموارد التي تريد. بالطبع الكل سيختار أكبر كمية ممكنة. بعد ذلك تضغط على زر continue. هنا الموقع يتأكد من أنك إنسان ولست روبوت. إذا شك في أنك روبوت سيعطيك بعض المهام لكي تنجز منها مهمة واحدة فقط، هي تختلف على حسب البلد الذي تنتمي إليه. لتقريب الفكرة لكم سأقوم بإكمال هذه المهمة لكم. حسنا، كما ترون يجب علي التسجل في هذا الموقع المجاني، لهذا سأقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بي لكي أتوصل برمز على نفس الرقم. كما ترون بعد كتابة هذا الرمز أكون قد أكدت الدخول الخاص بي، وبالتالي جمع الموارد تذهب تلقائيا إلى حسابي في اللعبة. كما قلت لكم الطريقة جد بسيطة وسهلة، لن تأخذ منكم أكثر من 3 دقائق. إذا واجهتم أي مشكل اكتبوا ذلك في تعليق أسفل الفيديو وسأحاول المساعدة. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. دمتم على خير وإلى اللقاء.